فيك شي خليل؟ ولا شي. ليكون لازمك شي قبل ما تنام. شكرا. تصبح على خير. وانت بخير. شوفي، لا تأخذني معلم، اتصلت بهالوقت بس نحن واعين بمشكلة. اللي هذا زاهر وضعه كتير سيء. مصطفى خبر أهله وهن كتير ضايجين. يلعن هالحظ. عم يقول الدكتور إنه لازم ننقله على غير مشفى. شو نعمل؟ خلص رح نحلها، ما لازم يقعد عنا أكتر من هيك. بس نبه عليه ما يجيب سيرتنا، وأوعى يقول لشرطة أي شي. فهمت؟ أمرك معلم. اللي قلته ما بدي اعيده. حاضر معلم، فهمت. اوعى تحاول تتصل فينا، نحن بنحاكيك، مفهوم؟ ماشي، ادعوا لنا. الله يكون معكم. منين الله ولانا فيهم هدول ما بعرف. راح يفيدونا. الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. حيات غلاوتك عندي يا زاهر، لانتقم منه. بكره بتشوف. في موبايلك؟ بس ثاني، هدول اهله لازم طمنهم. الو، وين صرتوا؟ ايه عمي، على الطريق، بعدنا ما وصلنا على المشفى. طيب، يعني هو منيح؟ كيفه؟ ما حدا بيعرف. عمي انا لازم سكر. خلص طمن، هلا بتشوفه بالمشفى. تمام.
المشفى المركزي. ايه الله يعين اهله جاني. خوفتني. لوين رايحة؟ بالي عندك قلت لشوفك. شفتي كيف القلوب دائما عند بعضها؟ ليكي شو رأيك ننزل على الصالون لتحت ونحكي شوي؟ روح بغير تيابي وبلحقك. والله هيك أحلى. خليل نزل لحقتك. انت هون يوسف؟ شبه خليل عم يجعك شي؟ لا بس شوي قلقان. عود شوي. ما اجاني نوم. تشرب شي؟ يسلم. من قلبت حياتنا فوقانك تحتاني. من يوم ما فات مصطفى لبيتنا وخربه. ليه فقتي؟ ما لقيت خليل بالغرفة، نشغل بالي عليه. لا تخافي أنا كتير منيح. ميرنا ليش واقفة عادي هون؟ كنت رايح على بيت خليل بشارع زكريا كوي، قمت لمحت رجال مرمي على الطريق، بتفاجأ انه زاهر. مصطفى. عمي الحمد لله على السلامة. وينه زاهر؟ دخلوه على العمليات فورا، صار جوا. كنت عم بحكي له هلأ للضابط شو صار. صحي وما كنت معه، بس هو حكالي كان لسه صاحي. ما قالك مين اللي قوصه؟ اثنين ملتمين قوصوه غدر. اثنين ملتمين قوصوه؟ ايه، قالوا له طلع المصاري اللي معه وهددوه بالسلاح. لما حاول زاهر يهرب قاموا استحكموا الكلاب وقوصوه. لازم نسجل اقوالك. طبعا سيدي طبعا سجل، لكن نحن وين عايشين؟ باسطنبول ولا بشيكاغو؟ ليروح دمه هدر بكره رح نشتكي. نحن واجبنا نكشف الحقيقه ونساعدكم. مشكورين، اعتمادنا على الله وعليكم. بعد شوي بنبعث وراك لا تروح.
تعال شوف، بدك تحكي لي كل الحقيقة. رجال خليل هن اللي قوصوه. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.